وكم السلام ارحب يا عود. بسم ربي خالقها قام سمي نرحب اليمس. ها القصيدة اليمس. ايش القصيدة اليمس؟ ايه ابشر. يلا بجيك شوية تجيك. يلا عمى ناسا انت ما انت في ابراهيم اليوم؟ ايه كنت كذا عطاني كذا كذا لسعه. ها عطاني لسعه رقت في القليب وطلعت. الله يستر لا يرجع لابن الحصارة تطلع انت. لا لا مستحيل. كل يوم سواه في فهد. شوف ايش فهد مسوي. ها شوف فهد ايش مسوي. ايش فيك اليوم خاطرك ماشي؟ توني قايم. ما الخاطر العمس. قلت قهويت؟ لا بروح اتقهوى الحين. سوي القهوة؟ لا ما يحتاج ما يحتاج. ما يحتاج. ابي لي قصيدة عن الخوة يا محسن. قصيدة عن الخوة. اعفوني من القصيد ودوروا لي هدوء. مشحون والخاطر ادنى ما يجيب جهده. فالعين دمعت غرير ابوه وامه غدوا فالجوف حسرة كبير انبار فيه ولده. اصحابي اللي بخذلاني بدوا وشهدوا على عذاب الضمير وحسرته وانكده. قديت معهم عدو خايف من عدو ما تسني اللي بسط قلبه وراحت يده. صايد شفوفهم واللي قربت بعدوا يلين خلوني ازبن كل راس قعده. تقول ذيب اني راقب له منازل بدو والجوع حديه والكلب النبوح اطرده. صح لسانك. ارحب الله ما يعيش انت انت عز الله انك صلف على اسمك. طيب يا الله كانه لغمني قبل شوي. كانه لغمني. لا انزل بدايتها بس. لا ولا شيء ولا شيء. امشي 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 خروح محبوبي هذا القلب ولا وجنته الغالي الغالي اللي وين ابي. طيب دقيقه انا ابدا انت عطني اي شعر تشوف وانا اعطيك اللحن ازهله. ليه انا دونك فقدت الاتجاه. ليه 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 انا دونك فقدت الاتجاه. البشر حولي وكني وسط المقطع. لا مكسور. مكسور منك مو مكسور الشطر. البشر حولي وكني وسط المقطع. ليه انا دونك فقدت الاتجاه. طيب لا تلقي هل انت مزينه؟ ها عدل الشطر. طيب هذا ليه ما للحين ليه للحين. عشق المراجل
بمجامل تنافس على الأول ولا بمجامل ما هي بأي شاشة ما هي بأي شاشة هذا الصدق والواقع ما هي بأي شاشة نعشق المراجل شاب ضوه دعا ربعه الغالين من شاب ضوه صعبة جاوب أعوذ بالله جاوب. صعبة جاوب مريم بنت عمران شو اسم أبوه؟ اي أول مرة يجيني سؤال صعب زي كذا يمكن مشرف جاوب شلون؟ عيال تعرفون تستهبلون لا ما تستهبلون أنت أعطيتنا اسم شلون مريم بنت عمران شلون؟ اسمه شنو؟ ها؟ اسم أبوه منو؟ ما أدري يمكن مشرف مشرف؟ ما أدري أنا عمران صح صح عمران صحي حلوة قلبت عليه حلوة طيب بسألكم سؤال أتحداكم تجيبوني أتحداكم أبو يوسف شنوحة خير بالشركة عند أربع عيال خالد وأحمد ومشرف الرابع شو اسمه خالد وأحمد ومشرف الرابع شو اسمه تحداك يا مشرف تحداك حمد لا. غلط والله جبت لك ريتب يوسف حلوة والله حلوة لعبت غبي حلوة بزك ساعة ثانية ثالث هذا صار بزك ساعة معك تفاح حقتنا سوالف ابو ماجد ما ندري هذا سوالف ابو ماجد فكونا منه والله حلو والله حلو والله حلو انا اقتنعت يا معك تفاح تبي تقسمها على ثلاث اشخاص بالتساوي كيف نص 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 كيف نعطيهم كل واحد نص ما اللي بيبقى نص كيف تمسكها زي كذا تقول انت تفاح تقول ايه تقول لا ما انت تفاح انت تفاح تقول ايه انا تفاح ونص